السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا إنما كنتم ومع برنامج ماذا نأكل ودائما مع مجموعة الفواكه. واليوم نتكلم عن فاكهة غريبة وعجيبة، وسنرى لماذا غريبة وعجيبة. فاكهة غريبة وعجيبة، فاكهة غابوية برية، فاكهة لا تزرع ولا تسقى، فاكهة السنديان أو فاكهة شجرة الفلين ونعرفها بالبلوط بالأمازيغية إدرنان. هذه الفاكهة كما تعلمون يعني لا يحبها الناس، ويعني ربما يحتقرونها. فشجرة الفلين هي الشجرة التي تعيش 2000 سنة، تعمر 2000 سنة. شجرة الفلين تنبت فوق الصخور ولا تنبت إلا في الأماكن الصعبة، يعني التي لا تصلح لزراعة. شجرة الفلين لا تحتاج ماء، فهي تقاوم الجفاف والطقس الحار، وهي شجرة غابوية. وفي الأيام في السنوات العجاف لما لا يسقط مطر كان الناس يلجؤون إلى الغابة، كانوا يأكلون البلوط، كانوا يعيشون بالبلوط. لماذا؟ لأن شجرة الفلين لا تحتاج مطر. وإذا كانت يعني نخيل التمر، إذا كان نخيل التمر يحتاج ماء ولو أنه ينبت كذلك في ظروف صعبة، لكنه يحتاج ماء. فنخيل التمر يحتاج ماء وماء بقوة، لكن شجرة الفلين لا تحتاج ماء، وتخرج هذه الفاكهة يعني تحت هذه الظروف قاهرة. فهي فاكهة لا بد وأن تكون فاكهة مهمة، لكن لا يتكلم عنها الناس. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون شيئا عن علم الأغذية وليس التغذية. ففاكهة البلوط طبعا تحتوي على مكونات غذائية ستجعلها أحسن من المواد الغذائية كلها، وسنرى. ففاكهة البلوط تحتوي على دهون، وأن الفواكه ليس فيها دهون كما تعلمون، الفواكه ليس فيها زيت. فاكهة البلوط فيها 31% من الدهون من الزيت، بمعنى أنها أقوى وأحسن من الزيتون. الزيتون في 20%، البلوط في 31% من الزيت من الدهون. هذه الدهون فيها التوكوفيرول وفيها حمض الأوميغا 3، يعني التوكوفيرول فيتامين إي بالفرنسية أو الفيتامين إي والأوميغا 3، هذا حمض الأوميغا 3. وهذه الدهون فيها كذلك يعني الحمضيات الدهنية الغير المشبعة الأحادية، المونو انساتوريتد فاتي اسيدز، هذه الاوليك، حمض الاوليك 20% من بين هذه الماده الدهنيه، 20% حمض الاوليك. حمض الاوليك ما هو؟ هو ضد الشيخوخه، ضد امراض القلب والشرايين، ضد ارتفاع الضغط. وحمض الاوليك هو الذي يسوي جميع يعني اغشيه الخلايا، لان اغشيه الخلايا دهنيه، وحمض الاوليك للجهاز العصبي كذلك. ثم تحتوي على 6% من الحمضيات الدهنية الغير مشبعة المتعددة، يعني بولي انساتوريتد فاتي اسيدز. ثم 4% فقط من الحمضيات الدهنية المشبعة، بمعنى أن أحسن دهن أحسن زيت، وأنه أحسن من زيت الزيتون، وأنه أقوى من زيت الزيتون، والكمية أقوى من الزيتون. الزيتون فيه 20 وليس فيه 20% من الأوليك. هذه المادة الدهنية، يعني يمتاز البلوط، يمتاز بالزيت، وقليل من يعلم أن البلوط فيه زيت. ثم فيه الكربوهيدرات، فيه النشا، فيه النشا الموجود في النشويات، لكنه لا يتحلل بسرعة، بمعنى لا يضر المصابين بالسكري. فيها مستوى عالي من 30 مع الألياف حتى 40. فيها بروتين 8 إلى 9%، قد يصل إلى 10، تقريبا نفس المستوى الموجود في النشويات، في قمح الشعير ذرة. وفيها مضادات للأكسدة، جمعت بين المضادات للأكسدة المجموعة في 5 أنواع من الأغذية القوية، جمعت بين الكاتيشين الموجود في الشاي وكذلك في الكاكاو، وجمعت بين الريزفيراترول الموجود في العنب. وتعلمون أن الكاتيشين والريزفيراترول هي من المضادات للأكسدة القوية، يعني تكافح السرطان وتكافح جميع التأكسدات الداخلية في الجسم. وجمعت بين الحمض الجاليك الموجود في الفواكه الطرية مثل التفاح ومثل الإجاز، مثل التين، مثل في حمض الجاليك، حتى الفواكه الصغيرة فيها حمض الجاليك، وحمض الإيلاجيك الموجود في الرمان. وانفردت تنفرد بالكويرسيتين، الكويرسيتين لا توجد إلا في البلوط، لأن الكويرسيتين سميت كويرسيتين جاءت من كيركوس، والكيركوس هي شجرة الفلين، الاسم العلمي طبعا. فهذه المضادات للأكسدة فهي تكبح الألفا جليكوزيداز، والألفا جليكوزيداز هي التي تحلل النشا في الجسم لكي بسرعة لكي يرتفع تركيز الجلوكوز
فبمعنى إذا كبحنا هذا الأنزيم فالسكر يتحلل ببطء ولا يعطي تركيز عالي من الجلوكوز، بمعنى لا يضر المصابين بالسكري. وهذه المضادات الأكسدة كذلك تكبح الكولين استراز. والكولين استراز تعلمون أن المصابين بالألزهايمر يحتاجون كولين، هذه مادة الكولين، ومادة الكولين تعمل بقوة عند المصابين بالألزهايمر، فهي تكبح يعني الكولين استيرايز تكبح بهذه المواد، بمعنى أنها تعطل أو تؤخر الألزهايمر. يعني لأن الألزهايمر إذا كان يمشي بسرعة فالشخص يتدهور تدهور حالته في سنتين ثلاثة وأربعة وخمسة. هذه المكونات تعطل وتؤخر يعني الألزهايمر، يعني هذا يعني لا طبعا الشخص لا يستاء يعني بسرعة في سنوات. من الأشياء الكادحة للمركبات التي تتسبب في تسريع الألزهايمر لدى الأشخاص. تكلمنا عن الألزهايمر بالنسبة للرمان، وبالنسبة للتومور وقلب اللوط يدخل معهم، يشترك معهم بأنه كابح وبأنه جيد للأشخاص المصابين بالألزهايمر، بمعنى أنه يحفظ الجهاز العصبي، يحفظ الذاكرة، يحفظ الجهاز العصبي من التخريب، تخريب بالتأكسدات. ثم لا يمكن للكوليسترول الخبيث أن يتأكسد، الـ LDL لا يمكن أن يتأكسد مع البلوط، ولا يمكن أن يكون تراكم التريجليسيريدات، هذا يعني الشحوم الثلاثية، ولا الكوليسترول في الدم كما رأينا بالنسبة للرمان وبالنسبة للتومور كذلك. وهذا شيء قوي، يعني لماذا؟ لأن المضادات للأكسدة من جهة، مضادات الأكسدة من جهة، ثم حمض الأوليك، ثم التوكوفيرول مع الأوميجا 3، وجمع الأوميجا 3 وجمع التوكوفيرول، فيتامين إيه، والفيتامين إيه هي لا تدوب في الدهون، هذه لا تدوب إلا في الدهون، لا توجد إلا في المواد الزيتية. ثم جمع مضادات الأكسدة والأوميجا 3 هذا والتوكوفيرول والأوليك، هذه كلها أربعة ضد الكوليسترول، ضد الشحوم الثلاثية، ضد النقرس، ضد أمراض القلب والشرايين، ضد الشيخوخة المبكر يعني. وكذلك يعني فهي تحفظ حتى الخلل الهرموني عند النساء، وتحفظ البشرة والجلد والأظافر يعني هذه المركبات. الكاتيشين معروفة أنها تضبط الهرمونات عند النساء، كاتيشين، ولذلك الشاي الأخضر بالنسبة للنساء هو أحسن للنساء يعني بالمقارنة مع الرجال، وطبعا هو أحسن للنساء ويفيد النساء أكثر من الرجال. نتكلم عن الشاي الذي يأتي من شجرة الشاي، وليس الشاي الموجود في الأسواق، لكي لا يستعمل الناس هذه الفيديوهات للإشهار وللدعاية. فهذه المركبات الموجودة، الأملاح المعدنية يعني عالم آخر. الأملاح المعدنية البلوط يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم ضعف المستوى الموجود في التومور، يعني يحتوي على مغنيسيوم كالسيوم ضعف المستوى الموجود في التومور، يحتوي على 86 مغنيسيوم وعلى 60 ميلي جرام كالسيوم. هذا البلوط يحتوي على 105 ملغ بوتاسيوم، فوسفور عفوا، فوسفور، وعلى 709 ملغ بوتاسيوم، يعني نفس المستوى الموجود في التومور. التومور تحتوي على 700 ملغ، والبلوط يحتوي على 709 ملغ من البوتاسيوم، ويحتوي على 105 ملغ فوسفور. يعني لما يجتمع الحديد والفوسفور والمغنيسيوم والكالسيوم فيكون طبعا كل شيء يعني يتسوى في الجسم، مثل الأسنان والعظام والأنزيمات والفيزيولوجيا وأشياء كثيرة، من حتى الفيتامين دي. فهذه التركيب، هذه المكونات الغذائية الموجودة في البلوط يعني تجعل من هذه الفاكهة أحسن من الزيتون، لأن فيها 31% زيت، أحسن من النشويات فيها 9 ونشا لا يتحلل بسرعة، أحسن من الفواكه الأخرى لأنها تمتاز بالمغنيسيوم وكالسيوم، وتمتاز بالأوميجا 3 والتوكوفيرول، لا يوجد في الفواكه الأخرى. ثم ليس فيها سكريات بسيطة، فيها سكريات مركبة. ثم فيها المضادات للأكسدة التي توجد في 5 فواكه مجموعة، مع انفرادها بالكويرسيتين الذي لا يوجد في أي فاكهة، بمعنى أنها أحسن من العنب، وأحسن من الرمان، وأحسن من التمر، وأحسن من الزيتون، وأحسن من التفاح، ومن الموز، ومن الفواكه التي ينصحونكم بها يوميا، ويجب أن تأكلوا 3 فواكه. هذه علوم، والعلوم لا تستحيي. البلوط أحسن من جميع الفواكه، لكن لا يستهلكه الناس لأن مذاقه مر، لأنهم لا يقدرون عليه، لأنه غير متوفر، لأنه غير موجود. وهناك من يسلقه في الماء، يعني يطبخه في الماء ثم يأكله، يجب ألا يطبخ، أن يستهلك هكذا لكي يستهلك بالأنزيمات. هذه الكابحات يعني هذه المضادات للأكسدة، فهي تكبح الكولينستراز، فهي تعطل الألزهايمر،
لا تعالج الألزهايمر، يعني لا تترك الألزهايمر يمشي بسرعة، فهي تعطل من الأشياء التي تساعد الأشخاص المصابين بالألزهايمر يعني على العيش بسلام. وهي كذلك تقهر البكتيريا والفيروسات، لأن هناك أبحاث أجريت على فيروس الهربس، ويعني كان أبحاث رائعة أنها تقهر الهربس، فيروس الهربس. لماذا؟ لأنها تكبح الأنزيمات التي بها ينمو الفيروس. حاليا الأشياء التي تكبح الأنزيمات هي تكبح الفيروسات، ثم تكبح كذلك البكتيريا، ومنها جرثومة المعدة، فهي كابحة للبكتيريا هذه. ولأن المضادات للأكسدة معروفة أنها كابحة للفيروسات وللبكتيريا وكابحة للأنزيمات، هذه الثلاثة معروفين من خصائص يعني المضادات للأكسدة. هذه المواد الدابغة التي تكلمنا عنها، الدابغة يعني لون أحمر، والبلوط لما يطبخ في الماء يعطي لون أحمر، هذا الماء يصبح أحمر، تعلمون جيدا هذه، فهذه مواد دابغة، يعني كلما تلون يعني هذا المادة تلونت وأخذت لون آخر فهي غنية بالمضاد، المواد الدابغة كالزيتون مثل شيء هكذا. فهذه الفاكهة انظروا لا ننتبه إليها، وليس هناك شخص ينصح بها. لماذا نبهناكم؟ وأن لا 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 إذا أراد شخص أن ينصح الناس أن يكون لديه علم، وليس يأخذ معلومات من الإنترنت ثم يطرحه على الناس هكذا. أن فاكهة الموز، نعم فاكهة الموز، ولكن أي موز ومع ماذا؟ فاكهة الموز مع مشروبات غازية لا تعمل أي شيء في الجسم. الجرافيولا مع السكريات ومع زيوت المائدة لا تعمل أي شيء في الجسم، فيجب أن تكون النصائح صائبة، وأن يستفيد الناس من هذه المعلومات، وأن يكون يعني هذه الشيء لديه مرتكز علمي، عنده قاعدة صلبة، قاعدة علمية. وأنكم لن تشاهدوا شخص على شاشة التلفزيون، ولن تسمعوا شخص على يعني أبواق الإذاعة يتكلمون عن البلوط، لأنهم لا يعلمون عنه شيئا. هذه خاصة بعلماء الأغذية الذين درسوا علم الأغذية وليس التغذية، الفود ساينس، يعني دراسات الأغذية كما هي بتركيبها الكيماوي بخصائصها والأشياء التي يعني تحتوي عليها وأسرار الأغذية، وكل الأغذية أسرار. فهذه الفاكهة نمر عليها وربما نحتقرها، وأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نحن نعرض عن كثير من الأشياء نمر عليها ولا نعلم أهميتها، لكننا نبقى دائما نتهافت عن بعض الأشياء الأخرى. ولما يعني يساق الناس بالدعايات والإشهارات إلى منتوج، فهم يساقون إلى هذا المنتوج، لكن يجب أن نقرأ هذا الكون. هذا الكون فيه رسومات وفيه أشياء يجب أن نقرأها ونفهمها، وأن هذا الكون فيه خبايا وفيه أسرار، ولا يمكن أن لا نجد الأشياء التي تسوي جميع الأمراض في الجسم في هذا الكون، لا يمكن أن لا نجدها. فيعني آخر نبات، آخر نبات سنجد فيه آلاف المركبات الكيماوية، وليس مئات، آلاف المركبات الكيماوية في نبات واحد. فما أدراكم بآلاف الأنواع من النبات، وهنا من الأشياء التي تنمو في الأرض. وانظروا شجرة الفلين كيف تعيش وأين تعيش والظروف التي تعيش فيها، وانظروا هذه الفاكهة لا يعيرها أحد أي اهتمام، وأن الله جعلها هكذا ليرى هل سنستفيد منها، وهل يعني سنفهم هذا اللغز الذي وضعه الله في الطبيعة أم لا نفهمه، ثم ربما لا نستفيد منها. لماذا؟ لأننا نذهب دائما للتفاح، إلى الموز، إلى العناب، إلى التين، أشياء سهلة بسيطة رطبة جميلة نأكلها حلوة إلى آخره، لكن الأشياء التي يحتاجها الجسم ليست هي الأشياء التي نشتهيها. الجسم يحتاج أشياء أخرى، ربما تكون مرة، ربما تكون يعني قوية، ربما تكون قاهرة، ربما يعني لا تقبلها، ربما يعني يتفاعل معها الجسم بقوة. الجسم يحتاج أشياء أخرى. فالتين الشوكي أحاطه الله بشوك، والرمان يجب أن يقشر وأن تأخذ الحبوب وأن تأكلهم، وهذا البلوط مر، والزيتون مر، وأشياء هكذا. فهذه أشياء يجب أن نفهمها هكذا، هذا الخلق خلق هكذا، يجب أن نستفيد منه كما خلق، ولا نتعامل معه أي معاملة لكي نستفيد من هذه المركبات، لأن هذا الجسم يستجيب لهذه المركبات التي خلقها الله في الطبيعة. جسمنا يستجيب لهذه المركبات، ولا يستجيب للمركبات الكيماوية المستحدثة التي لا توجد في الطبيعة. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم.